موضوع سد النهضه واثيوبيا، هتقل ميه، فانت لازم تواجه مصيرك. ال 40% دول هتجيبهم منين؟ فانت لازم تشوف بدائل. دي من ضمن حزمه الحلول بتاعت سيناريو ماذا لو، ماذا لو حصل انه موضوع سد النهضه ما اتحلش، ماذا لو حصتنا من الميه اللي هي قليله قلت اكتر. فده حل من الحلول. ناس كتير مش مستوعبه السيناريو ده. الرئيس في برنامج اسال رئيس فاتح اي حد عايز يسال اي حاجه يسال. فاحنا عملنا تجربه انا وزملائي في الاعداد، ما هي اسخف الاسئله اللي سئلها الرئيس؟ اسخف سؤال ايه؟ فالحقيقه طلعنا باسئله سخيفه كتير. طبعا مثلا واحده بتقول له هو انت بجد يا ريس؟ يعني ايه بجد؟ يعني هو انت هتقولي كده يا شباب؟ في مثلا في اسئله كتير مثلا من نوع ايه؟ هو يعني هقول لكم انا ناقل من الصفحه، انا ناقل من الصفحه نفسها. هو انت هتعيش معانا لامتى؟ حد بيقول له مش هتبطل صب في المصلحه يا ريس؟ متى تغير الدستور عشان تحكم مدى الحياه؟ انت شايف انك صح ولا بتحس انك غلطان احيانا؟ وده سؤال بجد. هو ينفع ما كملش معاكم الاصلاح الاقتصادي ده يا بيه؟ يعني بتبدا يومك ازاي؟ هتشتغل ايه بعد انقضاء فترتك الرئاسية؟ مرتب رئيس الجمهورية كام؟ تتوقع مين هياخد هداف الدوري السنة دي؟ امتى تعلن نفسك ملك على مصر؟ امتى هتصالح اللي كنت سبب في خصامهم؟ متى تظهر الفرحة على وجه الناس؟ متهيألي هو جاوب عن كتير من الأسئلة دي النهاردة. ثروتك كام؟ لو رجع بيك الزمن هتترشح تاني؟ واحد بيقول له اسال الرئيس والاجابه هتجيلك، اسال الرئيس والاجابه هتجيلك في امن الدوله. طبعا انا بقرا كل الاسئله بشفافيه شديده. طبعا الاخوان والبرامج المنحطه اياها اللي هو اختراق، يعني عمل لك اسطوره وقصه وقال لك ده جده السيسي اللي من زمان، اللي من كام سنه يهوديه مغربيه. هو انت جبت شجره عيله سلسله الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وايه الكلام العبيط ده؟ وايه الكلام الناسخ ده؟ ده الاسئله دي جايه من ذباب الالكتروني بتاع الاخوان. ما هو انت الصفحه مفتوحه، اي حد عايز يسال يسال يعني. معاك فك الثمانية جنيه؟ الديون وصلت كام؟ بيقول لك عايزني اسالك وهم يشعلقوني. هو انت بجد؟ هاكل لحمه امتى يا ريس؟ انا بقالي 3 سنين ما اكلتش لحمه. دي اسخف الاسئله اللي احنا طلعناها.